مين ناطر كل يوم تجي لهون؟ يعني سؤال حلو بس بدون تعريف. لا بس 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 على طول بشوفك هون. ناطر مين؟ للنسوان ولك بس كده نزلنا عند هلا بدنا نشتغل عليه نحن والزبون. شو بدك والله لا نحن والزبون. وين بتروح انت؟ ما مطرب وعم يحلق له، كيف بدي احلق له وهو عم يغني؟ ربيع بشرى كيف بدي احلق له وهو عم يغني؟ بتزبط؟ وشو على اوف وما اوف وبدي احلق له في موس يعني؟ ايه حلقت له؟ ما بتعرف شو صار؟ شو صار؟ انا بدي اوريك خبر عن المطربين، عم بيدفعوا بالمالية هلا كل شيء. عم ياخذوا مكف... ايه صارت مكف في القبرية. هات اوريك اياها. شو معها القوم هذا بس توصل لي. بعيد الميلة؟ علي 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 علي. رجع راسك يا تايما. موليك. افتح امك بس الله بطيء فريد؟ هون ايه سكت امك هيك. ايوه شفت؟ انه مبلغ منه مهم مش عفوا شفت؟ منه ليرة وليرتين يعني واليوم واليوم المطربين ما عم يشتغلوا يعني كيف اذا اشتغلوا؟ سمعنا شيء هيك شو رايك؟ انا قال لي عمك فيصل قلت له ايه ناطر يلا رايح على الغدا لعندك ما تغديت ليك افتح شوي بس فرجيني يعني شو هون هوني بتطالع يمكن لا طول بالك يا خيي عفوا شايف؟ على انا بدها تقوم من نقابة الفنانين الله الله عليها وليك هون شو قايلين لك يا خي طول بالك ومعقول هيك يا خي وين معلم فيصل؟ يا خي ما عم نقري لك اياها معقول هيك لك يا خي هذا؟ عم دلك على هيدا ما بي... جايين نحلق ولا نقطع من الخير يا خي ما بدي احلق دغري خلص خلص اقعد 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 ما بدي غسل يا خي ما بدي ما تاخذني يا خي اقعد ما معقول هيك يا خي خلص لك اقعد تقبرني اقعد خلص شو عم نطلع بالجريدة كنا ما انتبهنا يا ابن ما مش ما بصير هيك يا خي وينك معك موعد معول مع الفيصل ما انا راح يتغدى اقعد اقعد خلي اقعد عم بقري لك اياها شفتك ما بيانيك الامر خلص مبلك مبلك مهم ايوه سمعنا شيء حلو هيك لمين بتغني؟ هلا حاليا مغني للوصول شو بتقول؟ الحمد شو؟ سمعنا هيك هيك يا سمعك بس ما تشرد يا خيي ما تطلع لهون هلا كلنا هون ما تشرد تطلع لهون ولا حبل الوفا يا ليلى يا ليلى يا ليلى اوف يا ليلى الحبل الوفا يا ليلى والله سوري قلت لك يا خيي معقول هيك والله عن جد سوري لحظة ترجم بس بدي اوريك شو كاتبين على الصوف كمان تقبرني معلش بدي اوريك شو كاتبين اجا من مصر كمل خي انا كلني سمع بعدين انت سمع كلها يلا حبل الوفا يا ليلى صليتي يي يي القلب بعد هجرانك لك صليبي يا خي طول بالك
وين عم عامل فيصل؟ لا اختي بعبد بده يحلم خلص والله يحلم. طب خلص طول خلص انتهيت. ما معقول هيك يا زلمه، ما معقول هيك، مستحيل دقنا نعمل معروف. طب خلص ما معقول هيك. لحظه معلش تقبرني معلش. ما بقى بدك تحلو؟ خلص ما بقى بدي احلو، ما بصير هيك. ولا تسمعنا غنية؟ خلص ما منه شغل هيدا. طب تتقلك معقول هيك يا زلمه؟ معلش ما خلص مستحيل دقنا نعمل معروف. انا ما حابب اقول لك انت وين، انه رح خليك. شو انا وين؟ انا عند معلم فيصل، ما معقول اول مره هيك تجي لعنده بالليل هيك. طيب تقبرني معلش بس ما بصير هيك. ولو يا زلمه ما راح اقول لك طور معلم فيصل، راح اقول لك انطور حالك قريبا تشوف حالك. بس عشو بدي اشوف حالي لك يا خيي؟ اليوم هيك يا ريت نفتح تعطى افتح لك اياها. وين بدي اشوف؟ قال لي حرقتكم من مصيبه، حرقت لك يا معلم فيصل. معلش عن جد سوري. معقول هيك بس؟ معقول هيك معلم فيصل؟ حبينا نمزح معك مسحه صغيره. ايه حرقت مالي؟ يلا تيش تاكل غيره. ايش تاكل غيره؟ معقول انت عملتنا صابون؟ كلنا نعطيكم العافية. صرت ثلاث أربع مرات زيرني.